مستمرين وياكم بشرح تطبيقات التعليم الإلكتروني، وشرحنا هذا اليوم راح يكون مخصص على برنامج أو تطبيق الفري كونفرنس كول اللي هو التطبيق الخاص بالبث المباشر. نوهنا بالفيديو اللي راح إنه بعض الأقسام بسبب كثرة عدد الطلاب ما يقدرون يجمعون الطلاب كلهم ببث مباشر واحد باستخدام الجوجل ميت، لذلك لجأوا إنه يستخدمون تطبيق آخر اللي هو تطبيق الفري كونفرنس كول. فشلون راح نتعامل ويا هذا التطبيق؟ ننشئ الحساب وننضم للبث المباشر، راح يكون كالتالي. أول شيء راح نضغط على هذا التطبيق اللي هو Free Conference Call. راح نروح على الهوست، احنا هنا اوتوماتيكيا واقفين على الهوست، نضغط على Created Account، انشاء حساب. راح يطلب منا ندخل ايميل وباسورد. دخل ايميلك الجامعي بالمكان المخصص للايميل، هنا راح ندخل الايميل الجامعي الخاص بينا، بعدها ننزل على الباسورد وندخل رمز المرور او كلمة السر اللي تكون خاصة بهذا الحساب. تريد تخلي كلمة المرور نفسها الخاصة بالحساب الاصلي وتخلي كلمة مرور جديدة. بعد ما دخلنا الايميل والباسورد نضغط على created my free account، ننتظر الى ان تكمل عملية انشاء الحساب. لما تظهر عندكم هاي الواجهة معناته أنه تم إنشاء الحساب بنجاح. إذا نريد نغير بالإعدادات الخاصة بالحساب، نخلي اسم، نخلي صورة، فنروح على Setting، آخر إعداد بالتطبيق اللي هاي Setting، نروح على أول خيار اللي هو Edit Profile، نضغط عليه. هنا راح تطلع لنا واجهة نقدر من خلالها نخلي صورة ونغير الاسم. على الاسم راح ندخل الاسم، فرضا الطالب اسمه محمد أحمد، نضغط OK. نختار صورة للحساب، هنخلي فرضا هذه الصورة. لهنا كملت الإعدادات الخاصة بالحساب عن طريق كتابة الاسم ووضع صورة خاصة بالحساب. هذا اللي كل اللي تحتاجوه بعملية إنشاء الحساب. إذا أريد ننضم إلى اجتماع أو نضم بث مباشر للأستاذ، فالأستاذ لازم يجهزكم أو ينطيكم الميتينج آي دي، يقولكم هذا رمز الدخول الخاص بالفري كونفرنس كول. فنروح على أول خيار حتى تنضم للبث المباشر اللي هو جوين، نضغط عليه، نضغط على جوين نيو ميتينج. لازم بهذا الجزء اللي هو ميتينج آي دي ندخل الآي دي اللي راح ينطينا إياه الأستاذ. فرضا أنا هنا مسوية ميت خاص بيه، فالميتينج اي دي مالت المحاضرة مالتي هو عبير، لما يكتبون كلمة عبير ويسوون بعدها جوين راح تظهر هاي الواجهة. اختاروا الخيار الثاني اللي هو call in using wifi or data. بعد ما ظهرت هاي الواجهة انت الان داخل البث المباشر للأستاذ. دائما اغلق المايك حتى ما تسبب ضوضاء اثناء القاء المحاضرة، واذا اريد تطلع من المحاضرة وسجل خروج اضغط على هذا السهم اللي راح يصير ليف للاجتماع. إن شاء الله يكون الشرح واضح وسهل. شكرا جزيلا وبالتوفيق للجميع.